مسلسل جنية، الحلقة اللي قبل الأخيرة، الحلقة السابعة. بتبدأ بجنية وهي عمالة بتصحي بناتها وبتقول لهم يلا قوموا علشان نشوف الشغل. السحر جاب نتيجة وأبو ورجس تحت وعايز يشوفكم، يلا انزلوا. فخرية بتقول لها هو انتي خلاص شلتي برجس من دماغك وفكرتي في الأب؟ قالت لها تعجبيني، انت الجني بتاعك بيفهم. وبتبدأ الحلقة السابعة من مسلسل جنية. سوزي بعد ما قامت من النوم على ألم جامد بتبص في المراية وبتقول أكيد اللي عاملة كده هي بيتي، وأنا لازم أتصل بيها وأشوف إيه اللي بيحصل بالظبط، شكلها كده مخوية جن. بنلاقي بعد كده فخرية وأختها جنية مبسوطين جدا. فخرية بتقولها شكل كده اللي إحنا عايزينه هيحصل. قالت لها أيوة بس أنا خايفة. قالت لها ما تخافيش، إحنا نحارب علشان ناخد اللي إحنا عايزينه. بيجي برجس وبتستأذن فخرية. برجس بيقف كده يتكلم مع فخرية وبيقول لها ان هو عايز يقول لها على حاجه مهمه. بيقول لها انت طلعتوني من السحر وحطيتوني في سحر ألذ منه، وبيقول لها ان هو بيحبها. بتبقى مبسوطه جدا بالكلام ده وبيسالها عن شعرها وبتقول ان هي مبسوطه جدا واول مره تحس الاحساس ده، احساس حلو وهي عايزاه. لكن مره واحده بتقوله لا وبتمشي. الستات اللي قاعده عندهم بيتي عمالين بيتكلموا عليها وبتقول لصاحبتها انها جات لها وكمان في بطنها عيل ومش عارفه حتى ابوه مين. بتقول لها ده شكلها على وش ولادها. نلاقي بعد كده سدره بتقول لبناتها وسياف وجوزها يلا لموا هدومكم علشان هنروح نقعد عند الجماعه دول وان شاء الله نقعد على طول. سياف بيستغرب ان جنيه بتضحك. فخريه بتقول له عادي ما احنا بني ادمين يعني. بالنسبه لنسيم اللي بيقول لمراته انه مش موافق على العمايل بتاعتها دي وان ما ينفعش نروح نقعد كده عند الناس، وانتي دايما تعملي كل حاجة من دماغك، بتزعق معاك كالعادة. بيدخل ابنها وعمال بيقولها صغري الكبد بتاعي شوية علشان خاطر اخده معايا. اما بالنسبة للجنية اللي كانت مبسوطة جدا وسعيدة في اوضتها كل ما تفتكر المواقف اللي كانت بتحصل بينها وبين برجس، قد ايه مبسوطة وفرحانة باحساس الحب لاول مرة. سمير عمال بيرش برفان وبيظبط نفسه علشان جنية هتيجي دلوقتي. اما بالنسبة لبرجس فبيتكلم مع أمه وبتقول إن هو شكله مبسوط وسعيد وبتقوله كويس إن أنت قمت بالسلام. بيقول لها إنه بيحب، ولما سألته قال لها بعدين أقولك على اسمها. بنلاقيهم بعد كده طبعا جم جابوا حاجتهم وجايين وبيقعدوا، وطبعا سمير لابس اللي على الحبل كده وشكله معجب بجنية وبيقولوا لهم يلا علشان خاطر نتعشى. على العشاء برجس كان دايما بيبص لجنية وهي كمان بتبص له، وأختها بتحاول إن هي تنغزها علشان تاخد بالها، وسمير كان مركز برضو مع جنية. بالنسبة لسدرة بتاخد صورة برجس علشان خاطر تعمل له العمل، تستأذن بنتها علشان تروح لأختها في أوضتها. بتقول لها جنية بصي لي ردي عليا، أنا عارفة إنك صاحية وعارفة كمان إن أنت عايزة تقولي حاجة. قالت لها إن هي بتحبه وخايفة جدا من الإحساس ده، خايفة تحبه وخايفة من المشاكل اللي ممكن تحصل. لكن أختها بتقول لها لازم نحارب ولازم نطول اللي احنا عايزينه بالحرب، وتحط ايدها في ايدها وبتقول لها انا عمري ما هسيبك. بالنسبه للستات دول بيتفقوا ان هما يتصلوا بالشرطه ويبلغوا عن الخدامه اللي اسمها بيتي، وهي نايمه سمعت كل اللي دار بينهم من الحوار ده. اما بالنسبه لسدره بتحاول ان هي تسرح شعرها لكن مش راضي يتسرح، وجوزها عمال بيهزر معاها ويقول لها ان شعرها ده مليان صراصير وانه مش هيتسرح اصلا. بيجي ابنها وبيحاول ان هو يساعدها في تسريح شعرها، وبتتريق على الهدوم اللي هو لابسها وبتقوله انت لابس فوطه؟ قال لها ده اسمه روم. سدره بيجي لها هاجس وبتروح بسرعه على اوضه بناتها وبتلاقيهم منزلين دم من مناخيرهم بيتخضوا جدا على بناتهم، ونسيم خايف جدا على بناته. بعد كده بيجيبوا البخاخات وبيبخلهم، بعد كده بيبقوا كويسين جدا. اما بالنسبه لسمير اللي شاف مراته انتصار نامت وقام بيتسحب وطالع علشان يمكن يشوف جنيه، لكن بيلاقي سياف بيقول له تعالى اقعد هنا يا عمي، بيتك ده حلو قوي انا مبسوط فيه جدا. بيقول له يا ابني ابوك فين؟ قال له انا هنديهولك علشان نشرب مع بعض الشاي. بنلاقي بعد كده الاب قاعد بيقول لمراته سدره انت بتعملي ايه، حرام عليكي بطلي اعمال السحر اللي بتعمليها دي وبطلي تسحري الولد. كانت ماسكه الورقه والقلم والصوره وعماله نازله كتاب. بيدخل ابنهم وبيقول له الراجل ده صاحب البيت اللي معاه فلوس مستنيكوا بره. بتخرج بسرعه
سدرة وبتقعد تتكلم معاه وبتاخد شهرة من شهراته كمان علشان تسحره وتجوزه حد من بناتها. لما ابنها سياف بيسأل قالت له اسكت انت ما تعرفش حاجة. وبيطلع كمان الأب نسيم يسلم عليه ويقعد معاه. أما بالنسبة لسدرة فبتروح تصحي بناتها بسرعة وتقول لهم قوموا السحر كده شكله اشتغل، أبو برجس بره وعايز يقابلكم. طبعا ده اللي حصل في أول الحلقة. بعد كده البنات بيقوموا علشان خاطر ما يزعلوش أمهم. أما بيتي فبتهرب طبعا بعد ما تسمعهم عايزين يبلغوا عنها الشرطة. سدرة بتدخل تعمل شاي وعايزة تعمل سحر لأبو برجس وبتخلي جنية تطف فيه كمان علشان تسحره، وبتقول لها هاتي الشاي وتعالي ورايا. كده الحلقة السابعة وقبل الأخيرة بتخلص. ده كان ملخص الحلقة. يا رب الملخص بتاعي يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وهتلاقوا كل الحلقات عندي. واشوفكم على خير. باي باي.